أعلنت وزارة التموين تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والأفرنجية بالتزامن مع بدء تطبيق قرار خفض أسعار الخبز. وأوضحت وزارة التموين أن أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام تبلغ 150 قرش، ووزن 40 جرام 75 قرش، ووزن 25 جرام 50 قرش. كما تكون أسعار الفينو ب150 قرشا لوزن 50 جرام، و100 قرش لوزن 35 جرام. وشددت وزارة التموين على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح مع توقيع العقوبات المحددة على أي مخالفات. هذا وجاء تطبيق قرار خفض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%. وللمزيد من المتابعة بشأن بدء تطبيق قرار خفض أسعار الخبز السياحي والأفرنجي بمحافظة الجيزة وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والأفرنجية، ينضم إلينا مراسلنا محمد سعد. إليك محمد. تحياتي ليك هيثم وتحياتي لكل السادة المشاهدين من محافظة الجيزة وبالتحديد من منطقة فيصل، حيث بدأ تطبيق قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد وتخفيض سعر الخبز السياحي والخبز الإفرنجي. وأيضا من ضمن هذا القرار هيثم وضع قائمة أسعار استرشادية، هذه القائمة بها أسعار الخبز ووزن الخبز. مزيد من التفاصيل حول هذه الحملة ينضم الآن الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية. بعد التحية فندم، كيف سيتم تطبيق هذا القرار على أرض الواقع من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية؟ أولا كل أصحاب المخابز الشعب العامة للمخابز وأيضا غرفة صناعة الحبوب ومعالي وزير التموين تم الاتفاق على هذه الأسعار وهذه الأوزان والالتزام بالإعلان عنها زي ما جاء التوجيه الوزاري. اعتبارا من اليوم هيتم التطبيق على مستوى كافة محافظات الجمهورية. العيش 80 جرام بجنيه ونص، 40 جرام ب75 قرش، وأيضا 25 جرام ب50 قرش. ده المخابز السياحية أو الحرة، وزي ما حضرتك عرضت في فرق ما بين الأوزان والأسعار. العيش الأفرنجي أو مخابز الفينو أيضا جنيه ونص، ده وزن 50 جرام، 35 جرام ده بجنيه. هيتم الإعلان عن الأسعار وعن الأوزان. في حالة المخالفة هيتم توقيع غرامات مالية وعقوبات جنائية بتصل إلى الحبس. بتنزل مديريات التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك. فرصة على الهواء نقول الخطوط الساخنة في حالة أي مخالفة، الخط الساخن لحماية المستهلك 19588، منظومة الشكاوى الموحدة في مجلس الوزراء 16528، وهيبقى في ميزان داخل المخبز ورقم مدير الإدارة التموينية علشان المواطن يبادر ويعلن عن أي مخالفة يرتكبها صاحب المخبز. بشكل بسيط يا فندم وإحنا على الهواء مباشرة، الرغيف ده كان بكام وبقى دلوقتي بكام؟ 80 جرام ده كان قبل انخفاض اسعار الدقيق، انخفض من 24 الف جنيه للطن بقى 16 الف جنيه، انخفض من 2 جنيه وربع و2 جنيه ونص، دلوقتي بقى بجنيه ونص او 150 قرش. وفي رغيف اصغر منه اللي هو ال 40 جرام كان ب 75 قرش، دلوقتي هو ب 75 قرش، كان قبل كده بجنيه وبجنيه وربع. فاحنا بنتكلم عن انخفاض وصل الى حوالي 35%. ده 80 جرام عشان يبقى واضح للساده المشاهدين، ده 40 جرام، وفي 25 جرام ده العيش الشامي، ده اللي خاص بالسندوتشات، ده سعره 50 قرش. طيب الفينو؟ الفينو عندنا جنيه ونص لل 50 جرام، و 35 جرام ده سعره 100 قرش او جنيه. طيب السؤال طبعا اللي بيدور في اذهان دلوقتي كل المواطنين شايفيننا، في حال اي مخبز لم يطبق هذا القرار ومش حاطط قائمه الاسعار، المواطن يعمل ايه؟ اولا عندنا رقم مدير الاداره التموينيه، لو ما كانش الرقم موجود عندي الخطوط الساخنه مره ثانيه، حمايه المستهلك 19588، او الخط الساخن لمنظومه الشكاوى الموحده 16528، لان صاحب المخبز ملتزم التزام تام بالتوجيه الوزاري على مستوى الجمهوريه، لان التكلفه دي تكلفه عادله وهامش ربح مناسب ارتضتها شعبه المخابز واتحاد الصناعات ممثل في غرفه صناعه الحبوب ووزاره التموين
التموين، واعلن ذلك دوله رئيس مجلس الوزراء. ففي اصرار من القياده السياسيه ان منظومه العيش السياحي ومن مجلس الوزراء يشعر بتحسن وانخفاض اسعارها المواطن المصري. فكل ده معمول علشان المواطن يلمس ان في انخفاض، لان ده مكون رئيسي في كل البيوت المصريه، بالاضافه طبعا العيش المدعم ابو خمسه ساغ على البطاقه التموينيه. هل يا فندم هيكون في خلال الايام القادمه سلع غذائيه ثانيه يتم انخفاض اسعارها، وهتقوم وزاره التموين ايضا بمراقبه الاسعار؟ بالفعل انخفضت مجموعه كبيره من الاسعار، وصلت حوالي الى 22% لانخفاض حقيقي، سواء كانت في الزيوت 36%، الالبان، الحبوب، الفول، العيش السياحي، الدقيق نزل 35% من 24000 جنيه الى 16000 جنيه. وبالتالي هنا الافراجات الجمركيه اللي اعلن عنها دوله رئيس مجلس الوزراء حوالي 8 مليار دولار ساهمت في زياده المعروض او اتاحه السلع الاساسيه. منظومه التموين او منظومه العيش المستقره في وزاره التموين، كل ده ساهم ان الاسعار كلها تنخفض. الدكتور احمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين والتجاره الداخليه، اشكرك فندم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. إذن هيثم، كانت هذه أهم المعلومات لدينا حول مراقبة وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم لانخفاض سعر الخبز السياحي والخبز الفرنجي. عودة إليك من جديد مرة أخرى هيثم. الزميل محمد سعد، شكرا لك ولضيفك الكريم.